السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الطلبة والطالبات، أخواني وأخواتي من مصر ومن خارج مصر، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من تعلم القراءة والكتابة والإملاء لكل الأعمار. ونركز لكل الأعمار يا حبيبي، التعليم لا يرتبط بسن، والله لا يرتبط بسن. التعليم مشروع زي أي مشروع، لكن هو أفضل المشاريع. لا يوجد مشروع بدون علم، فلازم نتعلم ونتحمل ان شاء الله القليل مش الكثير، نتحمل القليل وان شاء الله نتعلم. اليوم طبعا فيه برضو ما زلنا في بعض الاخطاء الاملائيه عن التاء المربوطه والتاء المفتوحه والتنوين. ركز معايا كويس جدا وهقول لك على حاجه جميله قوي. اولا التاء المربوطه والتاء المفتوحه، الكلمات ركز معايا، الكلمة نحددها الأول، هل هي اسم ولا فعل؟ أنا ما فهمش يا أستاذ الاسم من الفعل. الاسم اللي هو اسم أي إنسان، ده اسم ممكن يبقى آخره تاء مربوطة وممكن يبقى آخره تاء مفتوحة، ماشي؟ اسم إنسان، اسم نبات، أي نبات، اسم طائر، أي طائر، ماشي؟ اسم جماد، جماد يعني ايه؟ زي حاجة كده لا تنطق ولا تتحرك، زي مثلا ايه؟ سبورة، بيت، حائط، شارع، حديقة، ده جماد، حاجة ولا بتنطق ولا بتحرك، مفيهاش روح يعني، ماشي؟ يبقى يا اما اسم انسان او حيوان او نبات او طائر او ايه؟ جماد. دي اللي هي الاسامي. يبقى الاسم بعرفه على طول من ايه؟ من حاجات كتيرة قوي. اي كلمة على فكرة اولها الف ولام بتبقى اسم، ماشي؟ أي كلمة أولها ألف ولام بتبقى إيه؟ اسم. أي كلمة عليها تنوين بتبقى اسم. يبقى أي كلمة آخرها ألف ولام بتبقى اسم. آسف، أولها ألف ولام بتبقى اسم. أي كلمة آخرها عليها أو عليها تنوين بتبقى اسم. أي كلمة قرأتها ولقيتها آخرها تاء مربوطة يبقى اسم. هم دول الأسامي بس؟ لا طبعًا فيه، بس أنا بعرفك يعني ايه بسهوله ممكن اطلع من الجمله دي الاسماء. ده اسم عشان فيه الف ولام، وده اسم عشان فيه الف ولام، ده فيه واو يا استاذ الواو دي زائده، ده اسم عشان فيه الف ولام، ماشي؟ ده اسم عشان فيه الف ولام، وده اسم عشان فيه تاء مربوط، وده اسم عشان فيه تاء مربوط، بسهوله. تمام؟ ركز معايا. الفعل، الفعل الحاجه اللي بتحصل. اكل، كل، اكلت، انا اكلت الاكل ده، انا عملت، قمت بيه، قمت بالاكل، فكلت، طبخت، مشيت، جريت، ماشي، ذهبت، ركبت، اي فعل اخره تاء اعمل حسابك على طول من غير ما تفكر ان هي تاء مفتوحه، ان هي تاء ايه؟ مفتوح. يبقى احنا متفقين اي فعل، اي فعل اخره تاء يبقى تاء مفتوح، ما ينفعش تاء. طبعا هي تاء مفتوحه دي تيجي في الاول، تيجي في الاول وفي الاخر، ما تنفعش تاء مربوطه تيجي في الاول خالص. يبقى اي فعل، اي فعل، اي حاجه اخرها تاء مربوط، اخرها تاء في النطق، احددها هي اسم ولا فعل. تاكد ان هي لو فعل يعني حاجه بتحصل، اخذت، اكلت، نامت، جلست، قرات، شكرت، فرحت، كل دي افعال، وطالما فعل اخره تاء على طول هكتبها تاء مفتوحه بدون تفكير، ماشي؟ نتعلم بقى كلمات عن الايه؟ اللام الشمسيه والقمريه اللي هي برضو مسببه لي مشكله، والتنوين، والايه؟ والتنوين. ركز معايا، احنا قلنا في تنوين الفتحه، لو احنا متذكرين الحلقات السابقه قلنا التنوين عباره عن ثلاث مواضع، يا إما تنوين بالفتحة يعني فتحتين اتنين فوق أي حرف، يا إما كسرتين اتنين يبقى ده تنوين بالكسرة، يا إما ضمتين اتنين يبقى ده تنوين بالضم. ركز معايا، وقلنا تنوين الفتحة، أنا هعمل تنوين الكسرتين والضمتين بلون تاني عشان إيه؟ يعني في حاجة عايزة إيه أوضح. تنوين الكسرة كسرتين، تنوين الضمة ضمتين. تنوين الكسرة وتنوين الضمة يا حبايبي ما بيغيروش في الكلمة حاجة. يعني ايه ما بيغيروش في الكلمة حاجة؟ يعني لو جت كلمة اخرها منونة تنوين بالكسرة او تنوين بالضمة بكتب الكلمة زي ما هي. يعني مثلا هاخد الكلمة دي
الكلمه دي. دي اسمها ايه؟ القراءة. 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 هاخدها اهي، ركز معايا. واكتبها زي ما مكتوب. لو انا نونتها تنوين بالكسرة، يعني كسرتين تحتها، مش هغير فيها، مش هزود فيها حاجة. طب لو نونتها تنوين بالضم، يبقى القراءة. ما تنفعش القراءة، هي المفروض قراءة، لان التنوين بيجي في النكرة. قراءة. التنوين دايما بيبقى نكره يا حبايبي. ويعني ايه نكره؟ يعني ما فيهوش الف ولا. نكره، كلمه نكره يعني ما فيهاش الف ولا. طب انا هعرف ان هي اسم ازاي؟ اخرها تاء مربوطه اهي. قراءة. طب لو هنونها بالضمه تبقى ايه؟ قراءة. طيب هاخد كمان كلمه عشان نحددها برضه. هاخد كلمه كتاب. الكتاب ده كتاب. مد بالالف اهو، كتاب. هل الكتاب ده مش حاجه جماد؟ جماد اهو، يبقى اسم. الفعل لا ينون، الاسم بس هو اللي ينون، ولازم الاسم اللي ينون ما يبقاش فيه الف ولا. ماشي، ركز معايا. الله يبارك لك في الحلقات دي، الحلقات دي مفيده جدا. ماشي، كتاب. انا هنونها مره بالفتحه، تنوين بالفتحة، وتنوين بالكسرة، وتنوين بالضم. ركز معايا. احنا قلنا ايه بقى في تنوين الكسرة وتنوين الضمة؟ الكلمة ما بتتغيرش. يعني ايه ما بتتغيرش؟ بتتكتب زي ما هي كده بالظبط. كتاب. هنون بالضمة اهو، يبقى كتاب. بو بو بو. وبعد ما اقول بو اقول بن. شفت كلمة بن؟ بن بن. كتاب بن. هل انا غيرت حاجة؟ هل انا زودت حاجة على الحروف؟ الكاف هي الكاف، التاء هي التاء، المد هو المد، الباء هي الباء. ما زودتش. يبقى في تنوين الضمة ما بزودش أي حاجة خالص. طيب تنوين الكسرة نفس الكلام، ما بزودش فيه حاجة خالص. واعرفك ازاي برضو تقرا دلوقتي. يبقى تنوين الكسره وتنوين الضمه بحط الكلمه زي ما هي، لكن تحتها كسرتين، وانطقها كتاب. بي بي بن. بعد الكسره انطق نون، نون ساكنه. كتاب بن. طيب تنوين الفتحه بقى، تنوين الفتحه يا حبايبي له حاجتين اتنين. مره احط الف، ومرة ما احطش ألف. امتى احط ألف وامتى ما احطش ألف؟ متى ينتهي تنوين الفتحة بالألف ومتى لا ينتهي تنوين الفتحة بالايه؟ بالألف. ركز معايا. ينتهي تنوين الفتحة بالألف، يعني ازود ألف، ازود ألف اذا كانت الكلمة اخرها، اخرها اي كأي حرف ما عدا التاء المربوطه. حتى لو تلاحظ هنا، لو انا جيت انون الكلمه دي بالفتحه مش هعمل فيها اي حاجه خالص، هنونها برضو بالفتحه. قراءة. يبقى تنوين الفتحه امتى؟ ما احطلوش الف لما يكون اخره ايه؟ تاء مربوطه. اخره تاء ايه؟ مربوطه. طيب لو مش اخره تاء مربوطه، اخره تاء مفتوحه زي بنت، بن بن. لو قلت بنت يبقى التاء هحط الضمتين بس، بنت هحط الكسرتين بس، لأن الكسرتين تنوين الكسرة وتنوين الضمة ما بيغيرش حاجة في الكلمة. طب لو بقى تنوين بالفتحة،
ده اخره تاء يا استاذ، بس هل هي تاء مربوطه؟ لا ده تاء مفتوح، يبقى ازود فيها الف، اشبك فيها الف، اشبك فيها الف. طيب خلاص، يبقى اشبك فيها ايه؟ الف. ليه شبكت فيها الف؟ لان مش اخرها تاء مربوط، يبقى تنوين الفتحه بس يتصل بها الف المد اذا كانت الكلمه لا تنتهي بتاء مربوط. لو انتهت بتاء مربوطه بقت زيها زي تنوين الكسره وتنوين الضم، ما بتتغيرش. تمام؟ ركز معايا. وفي حاله كمان، لو الكلمه اخرها همزه، الكلمه اخرها، الحاله الثالثه ايه بقى؟ الكلمه اخرها همزه، ممكن احط فيها الف، ممكن احط في نهايه الكلمه الف، وممكن ما احطش الف. طب ازاي؟ ركز معايا. كلمه جزء، جزء، جو، يبقى الجيم عليها ايه؟ ضم. جو، جزء، ز، جزء، يبقى الزين، ما قلتش جزء، ما قلتش جزء، قلت جزء، جزء، يبقى الزين، الزين اهي، جزء عليها ايه؟ سكون، جزء. انا لسه ما شكلتش اهو بقى. طيب ركز معايا، هحط تنوين بالضم عليه، مش هيحصل لها اي حاجه زي ما احنا متفقين، زي ما هي، وانطقها ايه؟ جزء او، او اهي او، والضمه الثانيه انطقها نون، جزء اون، جزء اون، اون، اون. طب تنوين بالكسره، جزء اي، اي اهي، اي، مش الهمزه مكسوره، الهمزه كانها الف بالظبط، جزء اي، اي، جزء اي، ان، ان، جزء ان. تنوين بالفتحه، جزء ان، 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 بس هحط هنا الف، ركز معايا، هحط هنا ايه؟ الف. الالف طبعا ما يشبكش في الهمزه، لان الالف ده الف وده الف، ما يشبكش في الهمزه، يبقى ده اسمه ايه؟ جزء ان. والتنوين في الحرف اللي قبل الايه؟ المد اللي احنا زودناه ده، جزء ان. طب ما اخرها همزه يا استاذ اهي، وحطيت الف، قلنا ايوه ينفع نحط الف وما ينفعش نحط الف. ما ينفعش نحط الف يا حبايبي في الكلمه، انهي كلمه؟ ركز معايا، هاخد كلمه، احنا طبعا احنا دلوقتي في ايه؟ في فصل الشتاء، فهناخد كلمه شتاء، شتاء، وهنحاول نكتبها كده، شي، يبقى الشي، شي، ادي الشين اهي، وحطيتها عشان قعدتها على السطر عشان لسه هكتب بعدها حرف، شي، يبقى الشين تحتها كسره، شي تا تا تا، يبقى التاء عليها فتحه، اوعى تكتب لي تاء مربوطه في نص الكلمه، ما تجيش خالص، شي تا تا، يبقى التاء مفتوحه، تا، يبقى التاء عليها فتحه، لان طاقتها ايه؟ شي تا، يبقى اسمها ايه؟ شي تا، شي تا تا، يبقى التاء ده تاء مد بالالف يا استاذ، تمام، شتاء. طب مديت بالالف ليه؟ لان الحرف اللي قبل الالف عليه فتحه، وانا طولته، مد طويل، مد طويل، مد طويل مفتوح، يبقى مد بالالف، مد طويل مكسور، يعني حرف تحتيه كسره وطويل في المد، يبقى مد بالياء، مد طويل ومضموم، يعني الحرف اللي بالحرف مضموم وطويل، يبقى مد بالايه؟ بالواو. طيب شتاء، شتاء، اكتب الهمزه فوق، لا ده تبقى اسمها ايه؟ شتاء، 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 هي ما اسمهاش شتاء، هي اسمها شتاء، ده مد، يعني ده حرف انكتب، ما ركبش فوق منه حرف تاني، شتاء. ساعة ما الاقي مد بالالف وبعد منه آ كمان، يبقى الألف لابد إن يكون على السطر أهي، شتاء. طيب هنونها تنوين الضم، تنوين الضم، يبقى إيه؟ شتاء. أزود حاجة؟
لا مش هنزود يا استاذ ولا في تنوين الضمه ولا في تنوين الكسر، يعني هحط الضمتين بس او الكسرتين اهو. شتاء او اهي او شتاء او ن شتاء ضمتين. طب لو تنوين الكسره نفس الكلام يا استاذ، ما بيزيدش عليها حاجه خالص. شتاء اي طب ايه؟ طب والثانيه يبقى اسمها ايه؟ ان ان ودي ايه؟ ان شتاء ان. ما حطتش طب تنوين الفاتحه تبقى اسمها شتاء اهي شتاء ان شتاء ان. ليه بقى دي صح؟ صح ان انا حطيت وراها الف، ودي صح؟ صح ان انا ما حطيتش وراها الف. طب انا هعرفهم ازاي؟ ركز معايا ركز معايا. لا يتصل الالف، يتصل بالالف بالزاي. ركز معايا، مش ده مد؟ مش ده مد؟ شتاء مش ده مد؟ تمام. والالف اللي بيزيد في تنوين الفتحه مش هو مد؟ ايوه مد. ما ينفعش مدين اتنين بينهم همزه، ما ينفعش يبقى في مدين اتنين بينهما الايه؟ الهمزه. عشان كده لما اجي اقول شتاء ان بقى ما اقدرش احط الف. طب انا مش هقعد افكر يا استاذ، ما تفكرش خالص. اذا جاءت الهمزه في نهايه الكلمه وقبلها مد بالالف ما ينفعش احط الف تاني مد. وصلك دي بقى؟ تاني، اذا جاء كلمه جزءا في هنا مد، في هنا مد قبل الهمزه؟ لا مفيش مد قبل الهمزه، يبقى احط الف في التنوين الفتحه. طيب شتاء اللي قبل الهمزه مد بالالف ولا مش مد بالالف؟ مد بالالف يا استاذ، يبقى احط الف. لا يا استاذ ما تحطش، برافو عليك. لان ما ينفعش مدين اتنين بينهما همزه، ما ينفعش مدين اتنين بينهما ايه؟ همزه. يبقى نعيد تاني، نعيد تاني الكلمات دي. امتى احط الالف؟ احط الالف الاول في تنوين الفتحه فقط، في تنوين الفتحه فقط. اما تنوين الكسره وتنوين الضمه ما احطش فيهم اي حاجه، نفس الكلمه واحط عليها ضمتين او كسرتين. متفقين؟ تنوين الفتحه احط الف في ثلاث حالات. لا مش هنحط الاول، مش هنحط الف خالص الا اذا كانت الكلمه اخرها تاء مربوطه. ما ينفعش احط الف، ما ينفعش. الف ده بعمل عليه اكس اهو، ما ينفعش احط له ايه؟ الف. الف مد ما ينفعش. ليه؟ لان الكلمه اخرها تاء مربوطه زي قراءه تاء 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 مربوطه. يبقى امتى ما احطش الالف في تنوين الفتحه؟ لو الكلمه اخرها تاء مربوطه. وامتى ما احطش الالف برضه في تنوين الفتحه؟ لو الهمزه جت في الاخر وقبلها مد بالالف. لو الهمزه جت في اخر الكلمه لكن قبل الهمزه مد بالايه؟ بالالف. ما ينفعش احط الف. غير كده احط الف في نهايه الكلمه على طول مباشره. وصلكم؟ ناخد بقى بعض الكلمات، ويا ريت يا ريت اتمنى انا هقول كلمات وانت تكتبها لي في التعليق، ماشي؟ وهتكتبها لي، هل هي هكتب لك كلمات منونة أو آسف هقول لك كلمات منونة واعتبرها هي إملاء، ماشي؟ هنقول مثلا إيه؟ مساء، حديقة، قصة، رأيا. كل ده تنوين اهو، ماشي؟ قال من، جزءا، ليلا، نهارا. ده تنوين الفتح. تنوين الكسرة نفس الكلمات اللي احنا قلناها
حاول تنونها بالفتحة والكسرة والضمة وتكتبها لي، اتمنى انك تكتبها لي او قل لي مقاطع صوتية ليها. لا اكتبها لي عشان اعرف. ماشي؟ طيب في تنوين الفتحة بس اظهر لي، اظهر لي ان انت حطيت الكلمة تستحق الالف ولا ما تستحقش الف المد اللي في الاخر. تكتبها لي بالف مد ولا تكتبها ليش؟ يبقى كل الاملاء بتاعك عن تنوين الفتحة. تنوين الايه؟ الفتحة. نتكلم عن تنوين الفتحة بقى كلمتين اتنين عملي كده. انا زهقت من السبورة ديت لان كل مرة كل ما اعمل سطور برضو تتمسح، مش عارف ليه، ما اعرفش، ما اعرفش بقى الخامة بقى هي اللي مش قد كده ولا ايه، مش عارف، بس مش مشكلة، مش مشكلة، نقعد كل مثلا حلقة نسطر تاني، مفيش مشاكل خالص، كله عشان خاطر حبايبي الحلوين اللي ان شاء الله بامر الله هيوصلوا للمستوى اللي هم عايزينه واللي احسن من اللي هم عايزينه كمان بامر الله. ماشي. احنا اتفقنا ان اي كلمة فعل اخرها تاء مربوطة تبقى تاء مفتوح، اسف، اي كلمة فعل اخرها تاء يبقى التاء مفتوح، يبقى التاء ايه؟ مفتوح. طب لما اقول بقى ذهبت مساء، ذهبت مساء، ذهبت مساء، ماشي، اخذت قصة، ماشي، قرأت، اسف، قطف، شوف، قطفت، قطفت، ما قلتش قطفت، قطفت وردة، قطفت وردة. اتمنى يا حبايبي ان الايه اللي احنا شرحناه ده يا ريت يتكتب املي واشوفه في التعليقات، والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.